السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله معانا النهارده حلقه جديده، والنهارده اول حلقه من حلقات الكورس بتاع اللغه الانجليزيه. طيب بالنسبه للناس اللي مش عارفه نظام اللغه الانجليزيه او نظام الكورس بتاع اللغه الانجليزيه، فانا نزلت لكم النظام بتاع الكورس سواء بتاع الفوكاب او بتاع الجرامر، كله مجاني موجود على القناه فيديو قبل دوت بالظبط، هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف بحيث انك تفهم النظام ماشي ازاي. طيب ده بالنسبه للفهرست. بالنسبه للكتاب دوت او المذكره ديت، فهي نزلت بي دي اف، فهتلاقيها موجوده هنا او موجوده على التليجرام. تمام، يعني احتمال هنا او احتمال لو انا ما عرفتش انزلها هنا هتبقى على التليجرام، يعني على الجروب اللي احنا ماشيين عليه بتاع الفوكاب. طيب بالنسبه للجزء بتاع النهارده، هناخد نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 اللي هو اجزاء الكلام، وكمان الجمله الخبريه والجمله والعباره. تمام، انا عارف انك مش فاهم حاجه بس الموضوع اسهل ما تتخيل. يلا بينا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عايزين نعرفها هي البارت اوف سبيتش. البيتش دي معناها الكلام بتاعك او الجمله بتاعتك. طبعا الجمله بتاعتك في عندك ايه؟ عندك ممكن اسم، ممكن برناون، ممكن فيرب، ضمير، صفه، حال، حرف جر، كل الحاجات دي من مكونات ايه؟ من مكونات الجمله بتاعتك، صح كده؟ صح. طيب اول حاجه هنكلمك عنها وهي ايه؟ وهي الناون. طيب تعال نعرف يعني ايه الديفينيشن او التعريف بتاع ايه؟ بتاع الناون. الناون دوت اللي هو الاسم، زي اسم شخص، حيوان، نبات، جماد. فاكر انت اللعبه اللي بتلعبوها على ورق اسم حيوان جماد وكل الحاجات دي؟ دي اسمها ايه بقى؟ اسمها ناون. تمام، زي احمد مثلا، بوك، education، كل دي حاجه اسمها ناون. انا طبعا عارف ان في ناس عارفه كل الكلام ده، لكن احنا بنراجع على الاساسيات. الكورس ده بيستهدف الاساسيات، وبعد كده زي ما فهمتك هنبدا ان احنا ندخل على الجرامر، عشان ده عباره عن مراجعه على السنين اللي فاتت كلها. تمام، مش عاجبك الكورس انت حر. تمام، بس اعتقد ان في حاجات جايه انت مش هتكون عارف. طيب بعد كده البروناون. ايه هو البروناون؟ بس كلمه برو، برو ناون. زي مثلا ما يجي يقول لك ده انا نزلت النسخه البرو من الموبايل دوت، هي نفس الفكره، اللي هو النسخه البرو بقى من الاسم اللي هو ايه؟ ضمير. بالظبط كده، هو ما يدل على اسم او يحل محله. يعني ايه؟ يعني مثلا كلمه اي، هي، شي، ات، هو، ويتش، هوز، يعني ايه؟ بيدل على اسم او بيحل محله. يعني مثلا انا بتكلم عن احمد، احمد eat fish. تمام، عايز بعد كده اعيد الجمله دي، he eat fish. ما هو he دي هي اللي عايده على مين؟ هي اللي عايده على احمد. وهكذا، لو هي بنت هقول she، لو هي جماد هقول ايه؟ هقول it. معايا يا شباب؟ تمام. طيب which، whose، والحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها انا مش عايز ادخل فيها، لان هي اصلا عندكم في جرامر يونت ايه؟ في جرامر يونت 12 او 12. تمام، فاحنا لسه هناخدها بالتفصيل اكتر، بس برضو عشان تكون عارف ان هي بتحل ايه؟ ده عباره عن ضمير بيحل محل اسم، او ايه؟ بيعبر عن اسمه او بيحل محل شيء معين. تمام، بعد كده نروح للفيرب. والفيرب اختصاره بيكون في، زي ما انت شايف كده، طبعا فيرب يعني فعل. هو ما يدل على حدوث شيء في وقت ما، يدل على حدوث شيء في وقت ما. انا عارف ان الجمله الفعليه عندي بتتكون من فعل وفعل مفعول، ده اول ايه؟ ده اول حاجه فيها اللي هو الفعل. زي مثلا بلاي، ماضي، بلايد، از، ار، هاف، ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو حاجه اسمها الهيد فيرب او الفعل المساعد، ولسه هناخدها بالتفصيل اكتر في الحلقه القادمه ان شاء الله. طيب بعد كده ادجكتيف، واختصارها اي دي جي. اي دي جي اللي هو عباره عن الصفه. طيب الصفه ديت معناها ايه؟ الصفه عباره عن كلمه تصف الاسم وتكون قبلها. لازم تكون قبلها؟ لازم تكون قبلها. زي مثلا عايز اقول الولد ده سريع، يبقى بوي، كويك بوي، كويك بوي. طيب لو انا عايز مثلا اقول ستودنت، يبقى جود ستودنت، جود ستودنت. ليه بقى ما اقولش ستودنت جود؟ لان انا عارف ان الصفه لازم تيجي قبل الاسم. تمام كده؟ طيب هو الصفه لازم يجي وراها اسم على طول؟ لازم يجي وراها اسم على طول. طيب الادفيرب، ادفيرب يعني حال، ادفيرب يعني حال. بص بص، اد وفيرب، اد الفيرب اهو، حطيت له بس كلمه اد قبليها. تمام، تمام، هو عباره عن كلمه تصف الفعل او الصفه. ثواني ثواني ثواني، هو مش انا هنا كنت بتكلم عن البرناون قلت ده ضمير حاجه تبع الاسم؟ لكن هنا الادفيرب ده حاجه ايه؟ تبع ايه؟ تبع الفعل. تمام كده، يبقى الادفيرب تبع الفعل، البرناون تبع الناون. تمام، هو عباره عن كلمه تصف الفعل او تصف الصفه. زي مثلا ما اقول لك run quickly، study extremely tall. طيب مش فاهم انت الحته دي، تعالى ما فاهمها. انا هنا عندي حاجه اسمها صفه اللي هي quickly، هو سريع. تمام، لما قلت ايه؟ قلت run quickly. حالته ايه؟ بص كده، حالته ايه؟ حالته اللي هو بيجري سريع. كلام جميل قوي. طيب ستادي ويل، حالته ايه؟ ان هو بيستادي ويل، يعني بيدرس جيد. بس يعني الموضوع بسيط خالص.
بس انا هنا وصفت بيها مين الصفه، قلت ان هو صفته ان هو سريع تمام، وهنا برضو ممكن اوصف بيها الفعل زي هنا مثلا كلمه ويل. طيب بالنسبه بقى لحرف الجر او البروبوشن، تمام دوت عباره عن كلمه، هو كلمه تاتي مع الاسم او الضمير لتبين علاقته بكلمه اخرى. يعني ايه؟ تعال مثلا ناخد مثلا الجمله دي زي احمد جوز ايه بقى تو سكول، ما هو احمد وسكول تمام، دول ايه؟ دول عباره عن اتنين ناون تمام، وجا في النص كلمه تو عشان تربط لي ما بين الايه، تربط لي ما بين الكلمتين، تربط لي ما بين الكلمتين. قال لك هو عباره عن كلمه تاتي مع الاسم او الضمير لتبين علاقاته، زي مثلا كلمه تو باي فور ان ويز فروم اوف باوت، كل الحاجات دي. هي ترافلد باي بلان، يعني هي ترافلد وايه بواسطه الطائره تمام. فبيكون حروف الجر دي طبعا حروف الجر كلكم عارفينها وكلها سهله، يعني مش محتاج ان احنا نرويها فيها كتير. طيب بعد كده نيجي حاجه اسمها رابط عطف. يعني ايه رابط عطف؟ اسمه conjunction في اللغة الإنجليزية، زي مثلا كلمة or أو and. كلمة or أو and عطف، يعني تعالى كده نرجع للغة العربية، عطف اه كلمة واو، ما الواو دي هي العطف. علي and أحمد، علي and أحمد، علي وأحمد، هنا ايه؟ هنا في عطف عشان اتنين وما بينهم كلمة واو تمام. are my friends، يعني هما الاتنين دول أصدقائي، أو كلمة or أو أو واو تمام كده. طيب معايا بعد كده الانترجكشن اللي هي كلمة التعجب، يعني معلش كلمة التعجب، يعني ايه كلمة التعجب دي؟ زي مثلا اللي هو الرمز اللي قدامك بتاع التعجب دوت، زي مثلا ما اقول كلمة alas واو alas she died it. لقد ماتت، يا للأسف لقد ماتت، واو تعجب من شيء معين، that's wonderful تمام، اللي هي الحاجات دي كلها لما انت تعجب من شيء معين. طبعا الحته دي هتلاقيها برضو جديده عليك، يعني في حاجات برضو انت استفدت منها. طيب اخر معانا هي حاجه الارتيكل، وكده احنا نكون خلصنا البارتس اوف سبيتش اللي هي عبارات بتاعت ايه، بتاعت الكلام او بتاعت الخطبه تمام كده تمام. طيب الارتيكل عندك حاجه اسمها ا ان ذا، اخدتهم 100 مره عندك في الجرامر. طيب قال لك ان كلمه قبل الاسم النقر الذي يبدا بحرف ساكن، وقال لك ان الان بتيجي مع الحروف المتحركه. طيب وازاي؟ مع التعريف. طيب في حد ما يعرفش يعني ايه حرف ساكن وما يعني ايه حرف متحرك؟ حرف متحرك يعني الاي وال اي 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 او يو، دي كلها الحروف المتحركه. زي مثلا كلمه ابل بادئه بايه؟ بادئه باي، يبقى مثلا في الحته دي طالما هي بادئه باي يبقى هاخد ان. طيب كلمه بوك بادئه بي، يعني حرف ايه؟ حرف مش متحرك. طب عرفت ازاي انه مش متحرك؟ اي حاجه غير الحروف اللي قلت عليها دي تبقى مش متحركه تمام. This is an apple. هنا استخدمت كلمة an تمام، أما فوق استخدمت a عشان أنا بتكلم عن إيه؟ بتكلم عن اسم نكرة، ولكن في الحالة دي هو بيبدأ بحرف ساكن. طيب أمال كلمة ذا؟ كلمة ذا طبعا بتيجي مع التعريف، كلمة ذا بتيجي مع التعريف. زي مثلا ما أقول لك the earth goes round the sun. طيب إشمعنى هنا استخدمت كلمة ذا؟ أصل قال لك كلمة ذا كمان تيجي مع الحقائق العلمية تمام. انا عندي هنا ان الارض بتلف حوالين الشمس، حقيقه علميه، ففي الحاله دي انا لازم استخدم ذا. تيجي مع كل الابحاث العلميه او كل الحاجات اللي هي العلميه يعني، والحاجات دي كلها ما ينفعش يجي معاها الا كلمه ذا تمام. ولو انت قلقان من الحته دي بتاعت ايه وان وذا هناخدها بالتفصيل برضو تمام. طيب نراجع بقى على كده البارس اوف سبيتش مراجعه سريعه. اول حاجه معايا الناون اللي هو عباره عن اسم، اسم شخص، اسم حيوان، اسم نبات، اسم جماد، زي احمد او بوك او اديوكيشن. بعد كده البرناون اللي هو عباره عن الضمير، ضمير مثلا هي او هي او شي او انت والحاجات دي كلها. طبعا في عندك انواع غائب بكل الحاجات دي، غائب مخاطب كل الحاجات دي انا هديلك بالتفصيل، ما تقلقش خالص من الجزئيه ديت. الفيرب طبعا زي مثلا بلاي، لو عايز اجيب في الماضي بلايد، ورك كل الحاجات ديت هنديلك برده بالتفصيل. بعد كده الادجكتيف اللي هي عباره عن الصفه، الصفه طبعا انا قلت ان هي بتيجي قبل الاسم، ده كل اللي عايز، ده كل اللي انا عايزك تعرفه عنها. زي مثلا لو انا عايز اقول الولد دوت سريع quickly boy slowly boy وهكذا. الادفيرب عباره عن حال، حال بسال عنه ب كيف، كيف حالك، زي مثلا كيف حالك تقول لي good، او مثلا اقول كيف يجري الولد دوت، لا ده بيجري سريعا يبقى ايه؟ يبقى run quickly تمام. بعد كده عندي حاجه اسمها حرف الجر او البروبوشن، عباره عن كلمه تو باي فور ان كويز، كل الحاجات ديت. طبعا الحاجات دي سهله خالص، زي مثلا ما اقول لك هي ترافلد
بواسطة البلان، تمام كده، اللي هو باي بلان او تو سكول. كل الحاجات ديت سهلة، عبارة عن حروف الجر. طيب بعد كده عندي حاجة اسمها conjunction، اللي هي عبارة عن رابط العطف. رابط العطف زي كلمة او و، اللي هو or او and، تمام. بعد كده عندي interjection، اللي هو كلمة التعجب، زي alas او wow. alas اللي هي يا حسرتة او لا يا للأسف، دي لما يكون في حاجة حزينة يعني، او دي لما يكون فرحان من شيء معين. بعد كده اخر حاجة معايا هي الارتيكل او الاداة، زي مثلا كلمة a and the، قلنا a بتيجي مع الحرف الساكن، and تيجي مع حرف المحرك، تعريف يبقى the، او اللي هي الحاجات العلمية زي ما اتكلمناها. بعد كده ننتقل لجزء تاني، هو ال sentence in English، او العبارة نفسها في اللغة الانجليزية، يعني مثلا جملة اللغة الانجليزية، تمام. عندي جملة خبرية، عندي جملة استفهامية، عندي جملة ايه، عندي جملة امرية. معلش الحتة دي مش باينة قوي. طيب عندي اول حاجة الجملة الخبرية. الجملة الخبرية ديت بتتكون من ايه؟ جملة عادية خالص، فاعل، فعل، مفعول، وبعد كده تكملة بقية الجملة، لاما ظرف مكان لاما ظرف زمان، تمام. دي اللي هي مين؟ دي اللي هي الجملة الخبرية، اللي هي statement. طيب بعد كده ننتقل لحتة تانية، وهي الجملة الاستفهامية، اللي هي عبارة عن question. question يبقى انا بسأل سؤال، تمام، بسأل سؤال. سؤال يبقى ايه؟ يبقى بال WH، خلينا كده نقول على دي WH، او استفهام بفعل مساعد، اللي هو كلمة هل، تمام. طيب اخر حاجة معايا وهي الجملة الامرية، واللي هي الامبراتيف. زي مثلا امر مثبت او امر منفي. يعني ايه امر مثبت او امر منفي؟ امر مثبت ده نقدر نقول عليها اللي هو جملة امرية، انك بتؤمر حد بفعل حاجة. امر منفي اللي هي نقدر نقول عليها نهي او نفي، معلش، تمام. بص، عارف انك مش فاهم حاجه خالص، احنا هناخد دي بالتفصيل دلوقتي، وهناخد ديت وان شاء الله دي في الحلقه الجايه. طيب ركز معايا قوي بقى في الجمله الخبريه. قلنا ان الجمله الخبريه بتتكون من subject verb object، او فاعل وفعل وايه ومفعول، واذا كملت الجمله بقى اللي هي زي ما قلنا الظرف، تمام كده شباب، تمام. طيب تعالى اول حاجه بقى ناخدها، وهي الفاعل بتاعك دوت. الفاعل بتاعك دوت بيكون عامل ازاي؟ طيب نيجي بعد كده بقى اول حاجه معايا، وهي ضمير المتكلم. متكلم يبقى حد بيتكلم، يبقى انا اللي بتكلم او احنا اللي بنتكلم. ينفع اقول اتنين بنتكلم؟ لا، على طول يتقال عليها احنا، تمام. يبقى ما فيهاش الا نوعين، انا او احنا. انا اللي يعبر عن اي، احنا اللي يعبر عن وي. طيب بعد كده ننتقل الى المخاطب. يعني ايه مخاطب؟ انا بقى دلوقتي بكلم واحد صاحبي، بكلم واحد صاحبي، او بكلم ناس كتير اصحابنا، تمام. طيب صاحبي يبقى يو، ايه ده، واصحابنا يو برضو. طيب لو بنات صاحباتنا برضو يو، يعني انتم وانتن يو، وانت وانتي برضو يو. امال بتتفهم ازاي، او بنفرق ما بينها ازاي؟ من سياق الكلام بقى، تمام. تمام، الحته ديت برضو لازم تركز عليها عشان في ناس كانت واقعه منها. طيب بعد كده ننتقل الى الغائب. الغائب المفرد، يعني ايه الغائب؟ يعني حد غايب. انا بكلم دلوقتي واحد صاحبي بقى، وقاعد ازم فيه بقى، وغيبه ونميمه بقى وكلام من ده، تمام. طيب لو انا عايز بقى اجيب سيره واحد صاحبي، اقول ده هو كان خارج معايا امبارح. هو يبقى هي، هي تبقى شي، ات لغير العاقل، اللي هو مثلا كات، الحاجات دي كلها. طيب لو انا عايز اتكلم عن هما، يبقى زي. هما يبقى زي. طيب بعد كده ناخد الفعل او الفيرب بتاعنا. دلوقتي احنا خلصنا الفعل بكل انواعه، اتكلمنا عن المتكلم، اتكلمنا عن المخاطب، اتكلمنا عن الغائب. طيب ننتقل الى الفيرب، وعندي من الفيرب ده نوعين، في رئيسي، في مساعد او ناقص. مساعد او ناقص ده كبير جدا جدا جدا، وهناخده دلوقتي بالتفصيل، وهقول لك كل انواعه، تمام. قلنا شرحنا الحته دي في اختصار كده، كنت فاكرها في السنه اللي فاتت، كانت جميله جدا، قلنا شرحنا بشكل جميل خالص اللي هو الفعل المساعد والفعل الناقص. طيب خلينا اول في الفعل الرئيسي. فعل رئيسي يعني حاجه مستحيل الكلمه ما تبقاش موجوده فيها. انا مش قايل لك دلوقتي الجمله بتاعتي بتتكون من سبجكت وفيرب واوبجكت، تمام. ما هو الفيرب ده حاجه اساسيه عندي في الجمله الخبريه، صح كده؟ صح. زي مثلا كلمه بلاي، ايت. هو في انواع من الفعل دوت؟ طبعا. ما هو ده بقى اللي هناخده بالتفصيل ان شاء الله. مضارع مستمر، مضارع بسيط، كل الحاجات دي بتنتصف تحت مين؟ تحت الفعل الرئيسي. تعال بقى ناخد كده جمل مثلا منها. قال لك ان الفعل الرئيسي مثلا زي كلمه بلاينج او كلمه ايتينج، طبعا هنا ناخدها في الاستمراريه. طب لو تصريف ثالث تبقى بلايد او ايتن. طب لو انا عايزها بشكل عادي تبقى بلاي او ايت، تمام. مش عايزك تركز معايا في الجرامر خالص دلوقتي، بالراحه خالص. حط لي مثلا في جمله اكتف، اي ام ايتينج فيش. ايه ده، انت جبت اي ام مش اي، مش انت قلت لي سبجكت وبعد كده على طول فعل رئيسي اي ام دي؟ ما انت نسيت في حاجه اسمها فعل مساعد او ناقص. الله، ايه الفعل المساعد او الناقص ده؟ قال لك ده لازم يجي قبل الفعل الرئيسي.
لازم يجي قبل الفعل الرئيسي. يعني انا في تكوين الجملة بيكون عندي فاعل، فعل ومساعد، بعد كده فعل. بالظبط كده. يبقى هنا في ايه؟ هنا في حاجة اسمها فاعل مساعد، يبقى نكتبها هنا كده، في حاجة اسمها فاعل مساعد. نروح بقى ناخد الافعال المساعده الاول، ما انت عرفت بقى ان هي حاجه اساسيه في الجمله بتاعتي. طيب فعل مساعد زي مثلا كلمه am او as او are، ده لو انا بتكلم في حاله المضارع تمام او present تمام. طيب امتى استخدم am او is او are؟ ده لو انا بتكلم عن verb to be. طيب تعالى ناخد الجزء الثاني، لو انا بتكلم مثلا عن do او does تمام، يبقى do او does. do دي بتيجي مع مين؟ مع a، مع i او we او you، I أو we أو you أو they تمام. هما ال does تيجي مع he و she و it تمام، وكذا برضو ال have مع I و we و you و they، هما ال has مع المفرد اللي هو he و she و it. طيب و had، had تيجي مع كله في الماضي، تيجي مع كله، و did برضو في الماضي تيجي مع كله تمام. لكن was تيجي مع المفرد اللي هو he و she و it، أما where بتيجي مع الجمع اللي هو we، I، we و you و they، اللي هو بيجي معهم مين؟ بيجي معهم where. ده في حالة لو أنا عايز verb to be. طيب الحاجات دي بفرق ما بينها ازاي؟ من حيث سياق الكلام برضو. طيب في حاجات غير كده، او في حاجات غير كده زي مين؟ قال لك اللي هو كلمه will واختصارها I'll، الماضي بتاعها بيكون عباره عن would. عندك كلمه shall، should، can، could، may، might، must، had to. ركز قوي في حته must، بقت had to. have to او has to، طبعا بتاعه التام لما قلنا شرحناه بتنتقل الى had to. و ought to طبعا ما بيكونش ليها حاجه تمام كده شباب. تمام. طيب اللي عايز بقى تعرفه مني هنا الحاجات دي بيجي وراها ايه؟ يعني ايه بيجي وراها ايه؟ اذا مثلا جالي ام او از او ار اللي هو باختصارها فيرب تو بي، يعني في الحاله دي قال لك لا اما بيجي وراها فعل بلاس فيرب اي ان جي، لا اما بيجي وراها تصريف ثالث، ده من الفعل الرئيسي. يعني ايه الكلام ده؟ ما تصريف ثالث لو هي ماضي، تصريف ثالث لو هي ايه؟ لو هي ماضي. طيب امال ام او از او ار يجي وراها الفيرب بلاس اي ان جي؟ طب اشمعنى؟ ما اصل هنا هناخد حاجه كمان شويه اسمها المضارع المستمر. المضارع المستمر، المضارع المستمر ان شاء الله ادالك في الجرامر. قال لك المضارع المستمر ام او از او ار تمام بلس فيرب بلس اي ان جي، هناخدها ان شاء الله في الجرامر. انا مش عايزك ايه، مش عايزك تدخل كده في الكلام بسرعه بدري، لا اصبر واهدى عليا. طيب قال لك هنا في حاجه اسمها باسيف اللي هو المبني المجهول، ميوزك از بلايد باي علي، او اي ام ايتينج فيش، دي اللي هي عباره عن الاكتيف. يعني كل الحاجات ديت انا مش عايزك، لو انت مش فاهمها، لو انت ما انتش اصلا في ثانيه ثانوي او انتش طالع ثالثه ثانوي، الكورس ده عشان تكون عارفين لاعدادي لثانوي، مفيش اي مشكله. وممكن كمان اللي هو سته ابتدائي، يعني مفيش اي مشكله. الكورس ده يعني يعتبر لكله تمام، حتى كمان المضارع المستمر، كل الحاجات اللي احنا هناخدها ديت لكله عادي، يعني ما مش شرط ثانوي بس تمام. فانت لو ليك اي حد من اخواتك، اي حد تعرفه، فالكورس ده لكله يعني، يعني جميل خالص يعني. طيب do or does او did قال لك في الحاله ديت لازم يجي وراها مصدر. الله، انا فاكر على طول كلمه did دي حفظوني ان بيجي وراها مصدر على طول. بالظبط كده، بيجي مثلا كلمه play او eat تمام، عشان احنا شغالين على الفيربين دول بس. طيب لو انا عايز مثلا انفي الكلام ده، او اللي هو عكس الكلام ده اللي هو مثلا did didn't، فاهم الحته ديت؟ قال لك برده يجي وراها ايه؟ يجي وراها مصدر. I didn't play football yesterday. برضه هنا نفس الفكره، wasn't عادي خالص تمام، ولو weren't لو انا عايز انفيها يعني. طيب او isn't او aren't تمام. طيب ام هنا لو انا عايز انفي الام، ام not. طيب ناخد كده اخر حاجه معانا الverb to have. verb to have او had والماضي بتاعها had، قال لك في الحاله دي بيجي وراها تصريف ثالث على طول، زي مثلا played او eaten، he has just played tennis. بس هنا طالما had يبقى على طول played، did يبقى على طول مصدر. هنا am او is و are عارف يجي وراها مستمر، لان ناخدها كمان في المضارع المستمر قريب جدا جدا يعني. طيب اخر حاجه بقى، كل الحاجات اللي قدامك ديت قال لك بيجي وراها برضه مصدر، بس عامل معامله did بالظبط اللي هو do او does او did تمام، نفس الفكره بالظبط، بيجي معاها ايه؟ بيجي معاها مصدر. يا شباب انا مش عايزك لو انت مش فاهم حاجه تدخل في الموضوع بدري، لسه هناخد كل الجرامر بالتفصيل، كل ده يعتبر ريفيجن على اللي فات. I play tennis every day. ايه ده ايه ده ايه ده، ايه اللي احنا عملناه ده؟ مش فاهم حاجه. بص كده، بص انا هنا استخدمت مضارع بسيط، مضارع بسيط. لو انت مش فاكر مضارع بسيط ومضارع مستمر، عشان خاطري، عشان خاطري اسمع مني، وان شاء الله هنشرحه بالتفصيل. مش عايزك تدخل في الكلام بدري، لو انت مش فاهمه بالراحه عادي خالص، مفيش اي مشكله، هنراجع عليه بالتفصيل. I play tennis every day. طبعا هنا انا لما جيت اتكلمت عن I اخدت مصدر، اخدت مصدر تمام. لكن هنا لما لما اخدت he وshe وit، انا عارف ان بيجي وراهم ايه؟ بيجي وراهم s او es او is، ده في حاله المضارع البسيط. امال شي عشان كلمه yesterday اخدتها بلايد، هنا حاجه اسمها ماضي بسيط، ماضي بسيط
عشان خاطر لو مش فاهم اصبر للحلقات الجايه ان شاء الله. هي از ا دكتور. نركز بقى في الحته بتاعت ايه. انا هنا ليه ما اخدتش ان، ما اخدتش ذا؟ ما اصلا انا عندي هنا يا مستر حرف ساكن، وبعدين انا مش بستخدمها للتعريف. عارف التعريف ازاي؟ لو هو ذكر لي مثلا هي از ا دكتور، ذس دكتور، تمام، او ذا دكتور، تمام، اللي هو انت ذكرتيه لحد ده قبل كده فانا بقيت عارفه، فهمت الحته ديت؟ او اللي هو حاجه تعريف، اللي هو زي مثلا حاجه علميه، حاجه معروفه، اللي هو مثلا بيقول لك الشمس بتشرق من الشرق. يا جدع تصدق ما قلت حاجه ما اعرفهاش؟ ده الارض بتدور حول العالم، حول الشمس، معلش تصدق حاجه ما اعرفهاش. فايه الحاجات ديت؟ في الحاله ديت بستخدم كلمه ذا، وهناخدها بالتفصيل برضو. هي هاز ا كار. هنا انا قلت هو لديه سيار، عشان كلمه هي اخذت كلمه هاز، وطالما هو دليش على كلمه في على حاجة في الماضي فلذلك انا اخدتها في المضارع عادي خالص. I usually، صفات التكرار اللي هو always، usually، often، sometimes، كل الحاجات ديت. I usually do my homework، اللي هي الحاجات ديت كلها برضه يعني. تمام؟ طيب ناخد بقى ايه؟ ناخد اخر حاجة معانا الاوبجيكت. دلوقتي احنا اتكلمنا عن الفاعل، اتكلمنا عن الفعل، واخر حاجة معانا اللي هو المفعول، وبعد كده ناخد تكملة الجملة. كده احنا خلصنا الجملة الخبرية. قال لك أول حاجة أنا عندي ضمير فاعل، ضمير مفعول. يعني إيه ضمير فاعل أو ضمير مفعول؟ تعالى أقول لك. ضمير فاعل يعني فاعل، فاعل عادي خالص. مش أنا من شوية كنت بقول لك إن في الفاعل مخاطب متكلم كل الحاجات دي؟ هو ده ضمير الفاعل. قال لك أنا ممكن أجيب منه بقى حاجة اسمها ضمير المفعول، تمام. يعني مثلا كلمة I، me، he، him، she، her، it، it زي ما هي، you، you زي ما هي، تمام كده. طيب we، us، they، them. طب دي استخدمها ازاي؟ تعالى هنديك عليها دلوقتي جمل، بس يا ريت الحاجات اللي انت بتسمعها مني دي تكتبها في ورقه، يعني ما تشوفهاش من الفيديو اف اللي انا هديهولك وخلاص، تكتبها في ورقه. اسمع مني والله العظيم ده هيفرق معاك جدا، هيفرق معاك جدا والله. كل كلمه انا بقولها في الكورس ده والله هتفرق معاك جدا في ثالثه ثانوي، وهتفتكر الكلام اللي انا بقوله لك دوت. لان ضمير المفعول مثلا لما اجي استخدم جمله زي مثلا عايز اقول انا قابلته، يبقى I met him، I met her، I met them، تمام كده؟ يبقى دي اسمها ضمير المفعول. يا رب تكون الحتة دي اتوضحت. آخر حاجة معانا وهي تكملة الجملة، ودي آخر حاجة من الجملة اللي بتيجي بعد المفعول يعني، تمام. تكملة الجملة مثلا تيجي اسم، زي مثلا he is a doctor، example مثلا، أو عاقل مع حرف جر، with my friend، عارف اللي هو تكملات كده في آخر الجملة، اللي هو خلاص أنا خلصت الفعل، بعد كده الفعل معلش، وبعد كده الفعل المساعد، بعد كده الفعل الأساسي، بعد كده المفعول، دي بقى أي حاجة كده بتيجي في الآخر. وممكن أقول صفة he is tall، he is tall، معذرة آسف، أو صفة ملكية زي مثلا mine، his، hers، his، ours، their، yours، كل دي حاجة اسمها صفة ملكية. يعني ايه صفة ملكية؟ عايز اقول عربيتي يبقى ايه؟ يبقى mine، عربيته يبقى ايه؟ يبقى his car، تمام كده؟ تمام. او ours اللي هو سيارتنا يعني، او اللي هو كل الحاجات دي. يعني ايه ضمير ملكية اصلا؟ ضمير ملكية يعني حاجة بتملكها انت، اللي هو كرسيك، بيتك، فاهم الحتة دي؟ our home، your home. عرفنا دلوقتي ضمير الملكيه اللي هو اي حاجه انت بتملكها. طيب لو عندي بقى حاجه اسمها ضمير منعكس. يعني ايه ضمير منعكس؟ ضمير منعكس اللي هو جعلها اسئله برضو عندكم في الامتحان، زي مثلا كلمه ماي سيلف اللي هو بنفسي، يعني بنفسي انا، هيم سيلف بنفسه، هير سيلف بنفسها، itself، او our selfs، او them selfs، او yourself، او your selfs اللي هو I do my own work with myself، بنفسي يا عم انا عملت واجبي بنفسي، تمام كده؟ تمام، شكرا لك يا نفسي انك عملت لي واجبي. ظروف زي ظرف حال، ظرف مكان، ظرف تكرار، ظرف زمان، او بعض العبارة. ظرف حال لسه واخدينها من شويه، quickly، بس كده هي ثبتت عن كده، تمام؟ هيبقى he runs quickly او he goes to the club. ده في حيث لو انا استخدمت ظرف ايه؟ مكان، استخدمت مثلا كلمه الكلاب. طيب لو تكرار، تكرار اللي هو مثلا حاجه بتكرر، اللي هو once a week، twice a week، كل الحاجات دي انتوا واخدينها قبل كده اللي هي بتاعت ظروف التكرار، ممكن ناخدها برضو بالتفصيل ان شاء الله. طيب ظرف الزمان، ظرف الزمان زي كلمة مثلا yesterday، او كلمة مثلا last week، كل الحاجات اللي بتدل على الماضي او بتدل على المستقبل دي حاجة اسمها ظرف مكان. طيب he went to the club to play
to play score, to play score اللي هو يلعب الهدف يعني يسجل الهدف. يبقى هنا ايه استخدمت بعض العبارات. طيب السنتنس او الفيرس اللي هي عباره عن عباره او جمله يعني ايه الكلام دوت. يعني مثلا انا بعبر عن كلمه او بعبر عن جمله مثلا تعال مثلا نشوف الجمله دي. اول حاجه لو انا عايز اقول هو سمارت او هو فائق he was smart حد قال لي كده هو فائق. طيب حد هيقولها لي بطريقه تانية his smartness اللي هو ايه اللي هو عباره عن ال ال التفوق بتاعه تمام كده. ما هو كلمه his دي بتاعه تمام لان انا هنا من ضمائر الملكيه اتكلمت عن كلمه هز تمام تمام. او ممكن اقول بينك سمارت كونو سمارت اللي هو عادي او فائق جدا تمام. او ممكن استخدمها بطريقه تانية ذا فاكت ذات هي واز سمارت الحقيقه ان هو فعلا سمارت تمام كده. يبقى انا عندي طريقتين عندي ثلاث طرق اللي هي كلمه الصفه وبعد كده صفه الملكيه صفه الاسم وبعد كده صفه الملكيه صفه الملكيه اللي هو هز بعد كده الاسم الاسم من كلمه سمارت سمارتنس. طيب في عندك برضو كذا حاجة كده بتحط لهم نصف الاخر بعد كده انت بتجيب الاسم بتاعهم زي مثلا كلمة aware اللي هي واعي awareness smartness تمام كده يا شباب تمام. يبقى his smartness او ممكن being smart او the fact that وبعد كده he was smart اللي هي الجملة بتاعتي عادي خالص. طيب انا ليه بقول الكلام دوت لان ساعات بيجيبها في جمل يعني he wasn't smart انا عايز اقول ان هو مهوش smart خالص يبقى ممكن اقول ان هو غبي وخلاص معايا تمام اللي هو his stupid هز stupidity اللي هي عبارة عن عكس الصفة يعني وبعد كده صفة الملكية. ما انا جبت كلمة هز بس ايه stupid ايتي تمام stupid ايتي stupid اللي هو عبارة عن غبي يعني وكلمة ايتي في الاخر عشان ابين ان هي عبارة عن ايه عبارة عن صفته يعني. طيب بعد كده not being smart كونه ماهوش ايه ماهوش smart خالص يعني انا عملت ايه كلمة wasn't بدل ما اجيب كلمة يعني هنا مثلا يعني كلمة was smart خليتها being smart لا ده انا هنا نفتها يبقى هنا على طول فيها تمام. ونفس الفكرة برضو هنا اللي هو the fact that he wasn't smart مش عايزين نطول في الحاجات دي لان هي سهلة. طيب لو انا عايز مثلا اعبر عن الطقس the weather was cold الطقس كان برد يبقى ممكن اقولها بطريقه اللي هو the cold weather الصفه الاسم وبعد كده الصفه بتاعتي الاسم اللي هو عباره عن ايه عباره عن كلمه weather والصفه بتاعتي اللي هو بارد اللي هو cold او the weather being cold يعني كون ان الطقس دوت بارد او the fact ذات ان الحقيقه the weather was cold كل الحاجه دي بنفس الطريقه بالظبط وهكذا. لو انا نفتها ممكن اقول ان هو hot weather بدل كلمه cold شلتها وحطيت كلمه hold او اقول the weather being hot يعني كونه ايه كونه حار او the fact that the weather wasn't cold ان هو موش ايه موش بارد تمام لان انا هنا في الحاله ديت انا نفيت الكلام. او my brother studied hard لو انا عايز اقول ان اخويا بيذاكر جيدا ممكن اقول مصدر الفعل بعد كده بلس اي ان جي زي مثلا studying hard studying hard. طيب انا هنا عبرت عن ايه عبرت عن نفس الكلام ان هو اخويا بيذاكر بجد تمام او the fact that he studied hard. طيب my brother didn't study hard يبقى not studying hard ما بيذاكرش بجد او the fact that he didn't study hard تمام تمام. اخر حاجه معايا اللي هو شويه روابط كده وكده هتكون الحلقه بتاعتنا كده انتهت زي مثلا كلمه لايك such as despite اللي هي عباره عن بالرغم in spite of اللي هي عباره عن الرغم برضو كلمه بالرغم due to نتيجه ليه because of بسبب as a result of نتيجه ليه during خلال in addition to بالاضافه الى. طيب الحاجات ديت مالها مالها قال لك لو ما جاش وراها verb يجي وراها على طول verb plus ing وهكذا. في برضو عندي حاجات تانية اللي هي after before when why كل الحاجات دي برضو كنا واخدينها في الجرامر بتاع تانية ثانوي اللي هو لو ما جاش وراها verb يجي وراها verb plus بيجي وراها verb plus ing لو ما جاش وراها معلش subject بيجي وراها verb plus ing زي مثلا there are many ways يعني في طرق كتيرة to become healthy like eating دي جت وراها ايه جت وراها verb plus ing لان هنا ما جت subject تمام eating healthy food and enjoying sports. طيب after برضو ما جاش وراها subject يبقى على طول eating his breakfast he went out. كل الروابط دي هناخدها بالتفصيل ان شاء الله لما نخلص المضارع البسيط وكل الجرامر بتاعنا الاساسي. طيب اشوفكم بخير ان شاء الله في الحلقه الجايه ان شاء الله. الحلقه الجايه برضو عشان الناس اللي عايزه تجهزها هنتكلم عن ايه هنتكلم عن الجمله الامريه هنتكلم عن الافعال المساعده ان شاء الله وهنتكلم كمان عن الضمائر الشخصيه.
تمام كده، يعني دول الحلقة بتاعت المرة الجاية ان شاء الله. وهنا برضو الجملة والعبارة جن لسلنا مين، جن لسلنا منها الجملة الامرية ما اخدناهاش، وكذا الاستفهامية برضو. اشوفكم بخير ان شاء الله الحلقة الجاية، والسلام عليكم.